صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم اروع موديلات للبلوزه الوهرانيه، موديلات للعرايس، ان شاء الله تنال اعجابكم. نبدا بالموديل الاول على بركه الله، كما راكم تشوفوا موديل باللون الاخضر، موديل هايل، العروسه الشباب بزاف ما شاء الله عليها مع البلوزه الوهرانيه. اخر موديلات البلوزه تاع هذا العام ان شاء الله تنال اعجابكم. وهذا موديل اخر، موديل شباب بزاف، بلوزه وهرانيه كذلك موديل هايل. وهذا الموديل كذلك عجبني بزاف هذا الموديل، وان شاء الله انتم ثاني. وهذا الموديل من اروع ما يكون، موديل لتصديره، موديل جديد تاع هذا العام، قندوره شباب بزاف، هذه سبيسيال تصديره كما راكم تشوفوا. حبيباتي اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تدعموا القناه بالاشتراك وبالجيم اي لي كومونتير، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تتواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا وهذه بلوزه وهرانيه باللون الاحمر، وهذه شابه بزاف كما راكم تشوفوا، موديل في القمه، متوفر في لابوتيك صلاله لاروسا في مدينه البويره. وهذه قندوره شابه بزاف، موديل جديد، موديل سبيسيال تصديره، موديل هايل. وهذه في الضوغي شابه بزاف. موديلات تاع اليوم كامل موديلات جديده سبيسيال تصديره العروسه الجزائريه، خاصه الوهرانيه، موديلات في القمه. وهذه في الجري عندها لا سانتور كما راكم تشوفوا. وهذا الموديل بالقماش دونتيل، ان شاء الله ينال اعجابكم. حبيباتي وصلنا لاخر فيديو، نتمنى موديلات تاع اليوم تنال اعجابكم، ونتمنى ما تبخلونيش بلي جيم اي لي كومونتير. اذا نخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء.